آخر التطورات الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير مروع. تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب وائل كفوري ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الفنان وائل كفوري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. آخر التطورات الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير مروع. كشف صديق مقرب من الفنان اللبناني وائل كفوري عن حالة الفنان الصحية بعد تعرضه لحادث سير مروع مساء أمس الجمعة، نقل على إثر إلى مستشفى معونات جبيل للمعالجة. وطمأن الشاعر حبيب أنطون صديق المقرب لوائل كفوري جمهور الفنان اللبناني وقال في تويتر: وائل بخير، شكرا يا عدرا. وأشارت صحيفة النهار البيروتية إلى أن الحادث أسفر عن رضوض في أنحاء جسد الفنان اللبناني وأضرار جسيمة لحقت بالسيارة التي كان يقودها. وأوضح موقع إي تي بالعربي أن الحادث نتج عن وقوع سيارة وائل كفوري بحفرة كبيرة ألحقت الأضرار الجسيمة بسيارته. ونقل الموقع عن شاهد عيان قوله أنه تم نقل وائل والسيدة التي كانت برفقته إلى المستشفى، وأنه يرقد بقسم الطوارئ لتلقي العلاج وهو بصحة جيدة. ووفقا لصديق مقرب زاره الفنان بالمستشفى، فإن وائل كفوري كان واعيا وبحالة جيدة، وكانت برفقته حبيبته بالسيارة وهي بصحة جيدة أيضا، وشدة الضربة جعلت وائل خارج السيارة. وأعرب العديد من الفنانين عن تعاطفهم مع وائل متمنين له الشفاء العاجل. تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع. تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروع مساء الجمعة أدى إلى تحطم سيارته بالكامل، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة بيروت. وقال مصدر طبي لموقع سكاي نيوز عربية إن الفنان وائل كفوري بخير ولا يزال في قسم الطوارئ يخضع للفحوصات المخبرية اللازمة والصور الشعاعية، مشيرا إلى أنه يعاني من رضوض. وفور انتشار الخبر الذي بدأ يتصدر صفحات التواصل الاجتماعي في لبنان، توالت التمنيات له أن يكون بصحة جيدة في وقت تلقي المستشفى سيلة من الاتصالات للإطمئنان عن صحة الفنان كفوري. وأظهرت صور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيارة الفنان مهشمة بدرجة كبيرة وقد تطايرت إطاراتها، وهو ما أرجعت تقارير إلى اصطدامها بحاجز اسمنتي على الطريق. وتحفظ المستشفى التي نقل إليها كفوري ليلا عن الإدلاء بأي معلومات بشأن وضعه الصحي، فيما أفادت تقارير إخبارية بأنه أصيب بكسور في جسمه لكن وضعه مستقرا ويتلقى العلاج. بينما طمأن الصديق المقرب لكفوري الشاعر حبيب بوأنطون جمهوره وغرد على تويتر وائل بخير، ووجه عدد من الفنانين رسائل دعم لكفوري وعلى رأسهم الفنان رامي عياش، الفنانة كارلوس سماحة، والفنانة نوال الزغبي. وغردت أنغام الزميل العزيز والصديق وائل كفوري: ألف الحمد لله على سلامتك. تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع. الفنان اللبناني وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع. أفادت موقع لبنان 24 اللبناني بأن الفنان وائل كفوري تعرض مساء الجمعة لحادث سير مروع على طريق أوتوستراد جبيل اللبناني باتجاه بيروت، وعلى الفور تم نقل كفوري إلى مستشفى معونات جبيل للعلاج. وأفادت مصادر صحفية لبنانية بأن حالته الصحية مستقرة وهو يخضع لبعض الفحوص. وقال مصدر طبي لموقع سكاي نيوز عربية إن الفنان وائل كفوري بخير ولا يزال في قسم الطوارئ يخضع للفحوصات المخبرية اللازمة والصور الشعاعية، مشيرا إلى أنه يعاني من رضوض. وفور انتشار الخبر الذي بدأ يتصدر صفحات التواصل الاجتماعي في لبنان، توالت التمنيات له أن يكون بصحة جيدة في وقت تلقى المستشفى سيلة من الاتصالات للاطمئنان عن صحة الفنان كفوري. الفنان اللبناني وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع. طمأن صديق المقرب لوائل كفوري الشاعر حبيب أنطون جمهوره بعد الحادث الذي تعرض له وتهشم سيارته، وغرد على تويتر قائلا: وائل بخير، شكرا. ونقل وائل كفوري إلى مستشفى معونات جبيل لتلقي العلاج، حيث خضع للفحوص الطبية اللازمة، لا سيما أن الحادث أسفر عن كدمات في أنحاء جسده وأضرار جسيمة لحقت بسيارته. وكان الإعلامي اللبناني دومينيك أبو حنا قد أعلن تعرض النجم وائل كفوري لحادث سير مروع وتهشم سيارته، ونشر صور للسيارة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وعلق: الحمد لله على السلامة للنجم وائل الكفوري الذي تعرض لحادث سير مروع. بعد حادث مروع، نقل المطرب اللبناني وائل كفوري إلى المستشفى. تعرض المطرب اللبناني وائل كفوري مساء أمس لحادث سير مروع، نقل على إثره إلى أحد مستشفيات بيروت، وتسبب الحادث في إصابة الفنان برضوض، كما تحطمت السيارة التي كان يستقلها بالكامل.
حسب ما أفاد موقع سكاي نيوز عربية. وأوضح الموقع أن النجم بخير، مؤكدا أنه لا يزال في قسم الطوارئ ويخضع للفحوص المخبرية اللازمة والصور الشعاعية. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا من موقع الحادث تظهر مدى خطورته والدمار الذي ألحقه، وتفاعل العديد من محبي وائل كفوري وجماهيره مع النبأ المؤسف، متمنين له أن يكون بصحة جيدة. تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع. الفنان اللبناني وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع. أفادت موقع لبنان 24 اللبناني بأن الفنان وائل كفوري تعرض مساء الجمعة لحادث سير مروع على طريق أوتوستراد جبيل اللبناني باتجاه بيروت. وعلى الفور تم نقل كفوري إلى مستشفى معونات جبال العلاج. وأفادت مصادر صحفية لبنانية بأن حالته الصحية مستقرة وهو يخضع لبعض الفحوص. وقال مصدر طبي لموقع سكاي نيوز عربية إن الفنان وائل كفوري بخير ولا يزال في قسم الطوارئ يخضع للفحوصات المخبرية اللازمة والصور الشعاعية، مشيرا إلى أنه يعاني من رضوض. وفور انتشار الخبر الذي بدأ يتصدر صفحات التواصل الاجتماعي في لبنان، توالت التمنيات له أن يكون بصحة جيدة، في وقت تلقى المستشفى سيلة من الاتصالات للاطمئنان عن صحة الفنان كفوري. الفنان اللبناني وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع. طمأن صديق المقرب لوائل كفوري الشاعر حبيب وأنطون جمهوره بعد الحادث الذي تعرض له وتهشم سيارته، وغرد على تويتر قائلا: وائل بخير، شكرا. ونقل وائل كفوري إلى مستشفى معونات جبال لتلقي العلاج، حيث خضع للفحوص الطبية اللازمة، لا سيما أن الحادث أسفر عن كدمات في أنحاء جسده وأضرار جسيمة لحقت بسيارته. وكان الإعلامي اللبناني دومينيك أبو حنة قد أعلن تعرض النجم وائل كفوري لحادث سير مروع وتهشم سيارته، ونشر صور للسيارة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر وعلق: الحمد لله على السلامة للنجم وائل الكفوري الذي تعرض لحادث سير مروع. بعد حادث مروع، نقل المطرب اللبناني وائل كفوري إلى المستشفى. تعرض المطرب اللبناني وائل كفوري مساء أمس لحادث سير مروع، نقل على إثره إلى أحد مستشفيات بيروت، وتسبب الحادث في إصابة الفنان برضوض. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب حادث وائل كفوري؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.